الله وبركاته. البرنامج ده مفيد جدا، اسمه ديب فريز. يعني ايه؟ يعني بيجمد لك البارتيشن اللي هو السي. فلو انت مثلا بتنزل برنامج وعايز بعد ما تخلص مجرد ان انت تقفل الكمبيوتر تفتحه يرجع الحاجه زي ما كان. ممكن ده مثلا انت سايب الاطفال اللي يلعبوا فممكن يحملوا فيروسات او كذا، او انت جاي بتجرب حاجه فخايف الحاجه دي تكون هتبوظ لك الويندوز، او مثلا بتدرب ناس على حاجات معينه فبتروح مشغله ويبدا ان هو يراقب السي. لو حصل اي تغيرات مع عمل الريستارت بيلغي كل حاجه، يعني بيخليك بتشغل على حاجه وهميه اول ما تعمل ريستارت خلاص بتتلغي. فدي ممتازه جدا بالذات لو مثلا مركز تدريب او انت بتجرب حاجات كتيره، او انت خايف ان انت حصلت حاجه وخايف انها تبوظ لك الكمبيوتر، فدي احسن حاجه. طيب البرنامج ده بفلوس، هل ليه بدايل ببلاش؟ طيب تعال ندخل على موقع كده اسمه الترناتيف 2. الترناتيف 2 بتكتب اي اسم اي برنامج بيبدا يجيب لك البدايل اللي موجوده ليها. ده البرنامج اسمه فريز، بيقول لك ان هو بفلوس وبيوصف لك البدايل اللي فيه وبيبدا بقى يجيب لك صور ليها. تمام، يعني انت بيبقى ليك اسم وباسورد بحيث لو في مره عايزه يحفظ التعديلات او ما يحفظش التعديلات دي براحتك. في الترناتيف 2 هو جايب كذا بديل لنفس الحاجه ونفس الفكره، ان هو بيحفظ السيستم بتاعك او الويندوز بتاعك، واول ما تقفل وتفتح يشتغل عادي. هو هنا بيشتغل على ماك وبيشتغل على ويندوز. في بقى بدائل تانية، في مثلا رول باك ار اكس برضه نفس الفكرة، وفي واحد تاني اسمه روبوت ريستور ار اكس، ده مجاني مجرد ان انت بس بتعلم بتقول له احتفظ بالتعديلات او لا خلاص سيف تعديلات او ما تحفظش بالتعديلات زي ما انت عايز. جربوا كده وان شاء الله يعجبكم باذن الله.